بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة سوسنسامي إنجليش. النهاردة إن شاء الله هنتكلم مع بعض عن قصة الصف الرابع الابتدائي المنهج الجديد كونكت فور. القصة بعنوان In the Taxi with Uncle Sammy. القصة سهلة وبسيطة جدا، فيها بعض الكلمات بس المهمة. زهرة and Zain are watching a nature program with their parents. It's a very interesting program. It's all about hippos. يعني كانوا بيتفرجوا على برنامج مع والديهم زهرة وزين، والبرنامج شيق جدا عن السيد قشطة. I love animals says زهرة. I want to be a vet. زهرة عايزة تبقى vet يعني دكتور بيطري when I am older. That's a great idea says mom. أيوة فكرة كويسة، مامتها بتقول الكلام ده. A vet is very important job. أيوة ان انت تكوني طبيب بيطري ده وظيفة جميلة قوي. What about you زين؟ طب وانت يا زين do you want to be a vet? I don't think so says زين. زين مش عايز يطلع vet. What do you want to be then asks dad. طب بابا بيقول له طب انت عايز تطلع ايه بقى؟ A doctor or a dentist. دكتور ولا طبيب أسنان ask his mom. دي مامته بتسأله. I don't know says Zain. لا مش عارف. I just can't decide. أنا لغاية دلوقتي ما قررتش. I know says mom. أيوة أنا عارفة. Why don't you both go and stay with Uncle Sammy. بتقترح عليهم اقتراح، انتوا ليه ما تروحوش انتوا الاتنين تروحوا تقعدوا عند Uncle Sammy شوية. He has lots of friends. Uncle Sammy ده عنده أصدقاء كتيرة قوي. You can find out about their jobs. انت ممكن كده تقعد تكتشفوا يعني وظائف أصدقائه هي إيه. Then you can decide Zain. ممكن تختار يا زين بقى وظيفة من الوظائف دي. That's a great idea says dad. أيوة أيوة صح، دي فكرة جميلة قوي. Uncle Sammy is a taxi driver. Uncle Sammy ده شغال driver. On the first day of their visit في أول زيارة ليهم في أول يوم he takes the children to see his friend عادل. خدهم وداهم لصاحبه عادل. عادل is a vet. عادل ده بيشتغل طبيب بيطري. He works in a nature reserve. بيشتغل في محمية طبيعية. This is زهرة and Zain says Uncle Sammy. بيعرفهم يعني بيعرف عادل صاحبه عادل على زهرة وزين. زهرة wants to be a vet. Great says عادل. زهرة عايزة تبقى تطلع vet. أيوة كويس قوي. Come on then you can both help me with the crocodiles. فصاحبهم عادل ده قال لهم تعالوا عشان نشوف الكروكودايلز اللي هم التماسيح. One of the crocodiles has something in its stomach. واحد من التماسيح في حاجة في معدته. عادل gives the crocodile some medicine and waits. عادل اداله كده شوية دواء وقاعد مستني. It's asleep now. عادل says ده نايم دلوقت. Then he puts his hand into the crocodile's mouth. وبعدين حط ايديه في بق التمساح. Look says عادل it's a plastic bottle. بصوا لقيت ايه في بطنه؟ لقيت ازازة بلاستيك. People shouldn't throw garbage. المفروض الناس ما ترميش الحاجة يعني الزبالة او الكمامة بالمنظر ده. It's dangerous for the animals. هي طبعا خطيرة للأطفال للحيوانات. What is the matter Zain. زين هاسك الزهرة. ايه يا زين مالك؟ زهرة بتقول له I love animals says Zain but I don't want to be a vet. انا بحب الحيوانات بس برضو مش عايز اطلع vet. Uncle Sammy drives to a farm. Come and meet my friend فايز. تعالوا بقى نروح المزرعة ونقابل صاحبي فايز and his wife Mervet he says. ونشوف زوجته اللي اسمها Mervet. They look after animals. هم بيعتنوا بالحيوانات too. You can help on their farm. انتوا ممكن تساعدوهم في المزرعة بتاعتهم. First of all the children help Mervet with the animals. الاطفال بدأوا يساعدوا Mervet في يعني في شغلها مع الحيوانات. There are some baby goats without mothers. في معيز صغيرة نونات لسه مولودين بس من غير امهات. Mervet and Zahra makes some special milk. Mervet وزهرة قعدوا كده يخلطوا لبن مع بعض. Zain feeds the babies with the bottle. يعني زين قاعد يرضعهم كده بالايه بالزجاجة. Zain they help with the maize. قعدوا بقى شافوا عمالين يجمعوا الذرة فساعدوهم. The maize plants are growing tall and strong. يعني نبات الذرة ده بينمو كده بيبقى طويل وقوي. And the maize is nice and yellow. بيبقى كمان لطيف ولونه أصفر. The children pick lots of maize. الأطفال قعدوا يجمعوا كتير من الذرة. It's hard work. إنه شغل جامد قوي أو عمل قاسي قوي. The children load the maize onto a tractor. قعدوا يحطوا الذرة في
الجرار. Can I drive the tractor؟ ask الزين. ممكن اسوق التراكتور يا عمو؟ فايز لافز، قاعد يضحك طبعا لانه طفل صغير. No I am sorry he says، طبعا خطر عليه. The next morning، الصباح التاني، زهرة is playing on her phone، زهرة قاعدة تلعب في التليفون. Uncle Sammy has an idea، وانكل سامي كان عنده فكرة. Do you like computer games زين؟ طب انت بقى يا زين بتحب العاب الكمبيوتر؟ Yes says Zain. Computer games are awesome. ايوه ده بحبها قوي قوي، ده انا يعني بموت فيها، مدهشه. Uncle Sam's cousin Fatin is a software engineer. بنت عم سامي شغاله، اسمها فاتن، شغاله مهندسه سوفت وير، مهندسه كمبيوتر، مهندسه برمجه يعني. She test computer games، وبتختبر كده العاب الكمبيوتر. The children go to her office، راحوا المكتب عندها. You can test these new games says Fatin. The children have a lot of fun. Zain has an idea for a game. Zain كان عنده فكره للعبه. It's a puzzle game. He draws some ideas but it isn't easy. Zain isn't happy with his game. Zain ما حبش اللعبة ديت لأن هي معقدة. Oh dear he says. I love games and puzzles. أنا بحب الألعاب والألغاز. But I don't want to be a software engineer. مش عاجبه أي شغلانة، لا عاجبه الفارمر ولا تاكسي درايفر ولا فيت ولا سوفت وير انجينير. I know says Uncle Sammy. Come and meet my friend باسم. طب تعالوا بقى نروح لصاحبي باسم. He's a plumber. هو سباك. A plumber says زهرة. يا نهار ابيض يا عمو هتودينا عند سباك بلامر؟ مستغربة قوي. باسم is in Mr. سامح's apartment. باسم في منزل مستر سامح. بيعمل ايه بقى باسم ده اللي هو السباك؟ He is fixing some pipes. كان قاعد بيصلح انابيب مواسير. Under a sink تحت الحوض. The children help him. والاطفال ساعدوه. There are lots of pipes. يعني كان في كده مواسير كتيرة. It's like a puzzle. شكل الالغاز says Zain. ايه ده الالغاز دي؟ Something falls out of an old pipe. حاجة كده وقعت في الماسورة. It's a ring. في الأنبوبة القديمة دي طلع خاتم. That is my wife's ring. طلع خاتم زوجته، هو اللي وقع وسدد الأنبوبة. Says Mr. سامح. Thank you for finding it. You're welcome. Says باسم. والله انتوا شرفتونا. It's all part of the job. ده جزء بس صغير من الشغلانة بتاعتي. That night في هذه الليلة بقى Uncle Sammy drives the children home in his taxi. يعني وصلهم لبيتهم. They are both happy and tired. كانوا مبسوطين بس تعبانين. Do you know what you want to be now? زين طب انت بقى دلوقتي يا زين يعني عرفت هتطلع ايه؟ Says dad. بابا بيسأله. Yes I do says Zain. I want to be like Uncle Sammy. انا عايز اطلع زي Uncle Sammy. He has got the best job. عنده وظيفة حلوة قوي. He goes to so many interesting places. يعني بيروح لأماكن جميلة قوي. I want to be a taxi driver. الحمد لله عارف في الآخر هو هيطلع ايه؟ هيطلع تاكسي درايفر. السبب انه هو التاكسي درايفر ده كل يوم بيروح مكان شكله وبيروح لـ interesting places. فالحمد لله قرر في النهاية هيطلع ايه ويحط الهدف ويشتغل عليه. دي كانت القصة بتاعت سنة رابعة لكونكت فور الترم الأول. بالتوفيق للجميع يا رب إن شاء الله. ما تنساش لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. كانت معكم سوسن سامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.